30 اللي بقلب الكتاب بقلب الممارسة بقلبش الكتاب الريبوسوم سؤال اول حاجة الديفينيشن ده هيتحفظ كل مرة جماعة بقول الديفينيشن يعمل تحتيه اكس هنا الديفينيشن في غاية الاهمية هتتحاسب عليه حتى لو ما طلبش منك ايه تعريف الريبوسوم قال لك ممبرينس اورجانيزم احنا قلنا من الاول الاورجانيزم نوعين في متغطى وفي مش ايه مش متغطى وده التعريف ممبرينس اورجانيزم بقيت الكلام ممكن انساه لانه هيتكتب في مكان تانية في اماكن تانية مكتوب ان هي سمول والدليل ان حجمها من 20 ل 30 ايه نانو مش مهم الرقم المهم التمييز نانو نانو دي حاجه صغيره معايا يا جماعه حاجه صغيره قوي من 20 ل 30 نانو متر يعني سمول الكترون دنس هنقولها بعدين في الاي ام يعني ايه الكترون دنس غامقه وبنعتبرها بارتكلز ماكي يعني ايه بارت جزء بارتكل جزء ايه يبقى تاني التعريف مهم بس ايه المهم فيه ايه تعريف الريبوسوم نان ممبرينس اورجانيل ده لازم يتكتب في السؤال حتى لو مش مطلوب منك نان ممبرينس اورجانيل لكن بقيت الكلام هيتقال بعدين التالي ان هي ايه سمول حجمها قد ايه 20 ل 30 نانومتر حد فاكر الريزوليوشن باور بتاع اللايت ميكروسكوب كام 10 ايه 10 مايكرو متر يعني هينفع تتشاف لا لا يبقى قبل ما نوصل لل ام عرفت ان هي مش هتتشاف لان اللايت ميكروسكوب او الالكتروميكروسكوب عشان نشوف الحاجه كويسه معتمد على حاجه اسمها قوه اظهار الريزوليوشن باور والقوه الاظهار بتعتمد على حجم الحاجه على الثيكنس بتاع الحاجه اللايت ميكروسكوب بيشوف بالمايكرو والالكترو بيشوف بالايه بالنانو ادي كده التعريف النقطه الثانيه الاستراكشر نعمل تحتيه علامه صح برضه هيتكتب حتى لو ما انطلبش بتتركب من ايه قال لك من RRNA الR ده بتتكتب سمول على فكرة والR التانية كابتل هي والN والA RRNA لو عايز انطقها الR الأولى بقولها ايه ريبوسومال اهي ريبوسومال ريبوسومال والR التانية ريبو والN نيوكليك أسيد وهي بتتركب من ريبوسومال ريبو نيوكليك أسيد اسمه RRNA زائد بروتينات بس كده خلص التركيب مش لازم العدد اربع انواع من الار ار ان اي و80 نوع من البروتينات المختلفه النقطه اللي بعد كده الفورمز نكتب عليها التايمز هي انواع الريبوسومات في نوعين نوع فري مش متجوز مش مرتبط سكاتر في السيتوبلازم اكيد النوع الثاني ايه مرتبط اتاتشد يعني مرتبط مرتبط بمين بشبكه جوه السيتوبلازم اسمها اندوبلازميك ريتيكولم ريتيكولم يعني شبكه حتى ساعتها هما دول بنسميهم ايه ار اي ار رف اندوبلازميك ريتيكولم يبقى الريبوسوم نوعين نوع فري يعني سكاترد مش مرتبط بحد يعني كلمه سكاترد متبعتر متنطور فري في السيتوبلازم والنوع الثاني ايه اتاتشد اتاتشد للاندوبلازميك ريتيكولم يعني ممكن اكتب قوسين ار اي ار ار اي ار يعني رف اندوبلازميك ريتيكولم النقطه اللي بعد كده حاجه اسمها الفورميشن بس اعمل لي جنبها علامه استفهام علامه الاستفهام معناها لا تكتب الا اذا طلبت منك يعني السؤال يا جماعه بيجي في الامتحان اشرح الريبوسوم وبين قوسين كاتب لك الايتم اللي هو عايزها كاتب لك ال ام وي ام وفانكشن السؤال بيجي كده اكتب التعريف ولا ما اكتبش اكتب وهحاسبك عليه التعريف ايه نان ممبرينس كتب لازم نان ممبرينس اورجانيل مش عايز بقيه التعريف خلاص كده وبقيه تعريف الريبوسوم نان ممبرينس اورجانيل يعني اورجانيل مش متغطى اهو يلا المقادير اللي هو التركيب ممكن سبب عرض المقادير ايه المقادير بتاعتي عباره عن ار ار ان اي زائد بروتين نيجي بعد كده ليه الاشكال انواعها اما تكون فري اما تكون اتاتشن نيجي لحاجه اسمها ايه فورميشن انا بقول لك كلمه مقادير ايه الفرق بين كلمه استراكشر وفورميشن شفت الشيف شربيني قبل ما يجي يطبخ بنزل ورقه مكتوب فيها المقادير ايه المقادير بتاعتي اربع انواع من الار ار ان اي و80 نوع من ايه بروتين من البروتين اصبحت كلمه فورميشن معناها ايه طريقه الطهي
الحاجات دي هنسويها زي مع بعض، هنطبخها زي مع بعض. قال لك رقم واحد في الفورميشن الار ار ان اي دوت هصنعه في النيوكليولس، هينطبق في النيوكليولس. اشمعنى يا دكتور؟ ما انا يا ابني عايز اصنعه من الدي ان اي، والدي ان اي ده موجود فين؟ في النيوكليوس. بس هو 46 كروموسوم دي ان اي، هصور من اي حته، هنسخ من اي حته. قال لك من الدي ان اي اللي موجود فين؟ في النيوكليولس. والكلام ده هناخده تاني في النيوكليولس. اقول لك ايه وسيط النيوكليولس؟ تقول لي بتصنع ايه؟ الار ار ان اي. طب رقم اثنين، ايه رايكم؟ البروتينات دي اشتريها منين؟ قال لك هجيبها من السيتوبلازم. ما هي البروتين بيتصنع في السيتوبلازم. ويبدا يدخل فين؟ النيوكليوس. عشان يتجوز مين؟ الار ار ان اي، اسوشيت مع الار ار ان اي. نص كلام بقوله بالعربي، ده كان نون سبيسيفيك. واحد يكتب اسوشيتد، واحد يكتب اتاكشد، واحد يكتب بايند، واحد يكتب لينك. اكس رايت عايز تكتب. اقول تاني، الار ار ان اي هيتصنع في النيوكليولس. يبقى انا بذاكر احفظ كلمه ار ار ان اي واحفظ كلمه النيوكليولس، لكن بيتصنع. عايزين تكتبوها ايه؟ فورمد يا بروديوست. مكتوب عندك بسم الله ما شاء الله ايه؟ ايوه الكلمه اللي بتقولها دي سينثيسايزد. يا سلام، واحد طالب يقعد يحفظ بيها بقى سينثيسايزد، هو مبسوط بيها بقى. يا سلام عملت يا ابني سينثيسايزد يا ابني. انسى اسمها الار ار ان اي، بتتصنع في النيوكليولس. خلصت. يلا السيتوبلازم بروتين هيتصنع فين؟ السيتوبلازم. ويدخل النيوكليوس عشان يرتبط بالار ار ان اي. رقم ثلاثة بعمل ايه بقى؟ اخد حتة بروتين والف حواليها ار ار ان اي. اخد كمية اكبر من البروتين والف حواليها ار ان اي. كده انت عملت حاجة اسمها سب يونت، بس واحدة سمول وواحدة ايه؟ لارج. يبدأوا يطلعوا من النيوكليوس سيباريتلي. يعني ايه سيباريتلي؟ كل واحدة واحدة. يعني لو ربطتهم في بعض عشان يعملوا لك واحدة ريبوسوم كاملة مش هينفع تطلع. ده لما طلعهم سيباريتلي من فتحات في النواة اسمها نيوكليار بولز. الحتة الأخيرة صعبة. معادنا الساعة 9. هيعمل ايه؟ والله هو قال يا جماعه الار ان اللي عايز يشتري من النواية، من النيوكليوس. تمام، كان تصنيع. والبروتين احنا هنجيبه من السيتوبلازم وهندخله فين؟ النواه، النيوكليوس. ويعمل ايه؟ ابدا اربطهم مع بعض. اربط مين مع مين؟ البروتين مع الار ار ان اي. بس واحنا بنلف بنعمل كحك صغير اسمه سمول سب يونت، وكحكه كبيره اسمها ايه؟ لارج سب يونت. لو لزقتهم في بعض يبقى اسمهم ريبوسوم، ساعتها مش هينفع يخرجوا من النيوكليار بور، فلازم اطلعهم ايه؟ سيباريتلي، منفصلين، عشان الشفوي بس. لكن الكلام ما كتبهاش اصلا. طب كتب كلمه ايه؟ ريبوسوم بين قوسين تو سب يونت لارج اند سمول ليف ذا نيوكليوس عن طريق النيوكليار بور. اكتب انت بقى سيباريتلي عشان المحاضره، يعني تلفي في المحاضرات. كل واحد يطلع لوحدها، ما ينفعش اطلع السمول مع اللارج حته واحده، ساعتها مش هيطلعوا من النيوكليار بور، مش هيطلعوا من الباقي. اسم الباب يا دكتور. اسم الباب يا دكتور. نعم، الباب اللي بتطلع. الباب اسمه بور. الفيا يعني عن طريق، ثرو باي النيوكليار بور. بور يعني ثقب، فتحه في الغلاف النووي. طب يطلع منه ريبوسوم، بس لازم يطلعوا ايه؟ سيباريتلي، يعني السمول لوحدها واللارج لوحدها. نيجي بعد كده عندي ايتم اسمه ال ام. يعني ايه الام؟ يعني الريبوسوم بتتشاف ازاي باللايت مايكروسكوب؟ بتايت القصيده فيري سمول تو بي سين انديفيدوال. يعني لو جبت السمول مع اللارج وحطيتهم فوق بعض وكده اتفرج مش هشوفهم. فيري سمول تو بي سين انديفيدوال. اكيد رقم اتنين ايه؟ لما يتجمعوا. وين اجريجيت؟ وين جروب؟ ساعتها الاقي لونهم ازرق اهو. زي كوز انتنس سيتوبلازميك بيزوفيليا. انتنس يعني غامق، هيعملوا لنا ازرق غامق في السيتوبلازم. حد يقول لي ليه؟ عشان تركيبهم ايه؟ ار ار ان ايه يعني ايه؟ اسيد.
طب هات الكرسي واطلع قدام. اقول لك بص يا دكتوره سيب الكرسي وتعالي تعالي سيب الكرسي. بس انا بحب المهنه الفلانيه فبستمتع وانا بشتغلها. فانا برده وانا بشرح بحب قوي يكون الطالب مركز معايا وطالب يسال ويقول لي دي ليه. ولو انا عرفت ابقى انا كويس عرفت اروح البيت باكل في نفسي وادخل على النت واشوف الحته دي ليه. يعني احيانا بسال اسئله مش كتير قوي يعني مش ما بعرفهاش ايه يعني بروح ادور واعرف ايه هي. ما هي دي بتسمها الانجوي المتعه. فانا عايز برده تستمتع معايا تمام. اول لازم تيجي بدري جاي مبسوط ما تبقاش زعلان. حلو الكلام. حاول تسالني مره واثنين وثلاثه حتى ما نفهم بحيث تروح البيت ما تذاكرش كتير. ما انت لو قعدت على الكتاب على الصفحه ساعه ما انت كده تعمل في الدرس. ما تقعد لوحدك ما تاخد درس انت هتحفظها. وتخيل قاعد قدام الصفحه ساعه كده تحفظها بالحبر اللي فيها كمان ده في الاخر هيطلع على وشك. معايا يا جماعه؟ فيا ريت الناس تيجي بدري تمام تستمتع معايا كده. نحاول نكرر المعلومه مره واثنين وثلاثه لحد ما تحاول تدخل جوه دماغك. انا النهارده الناس بتحسب حصه 36 في الكتاب. بس ده معاك كتاب بعد كده كل جه معاك كتاب صفحه 36 كلاكيت. اخر مره هناخد اورجانيل مهم جدا اسمه ريبوسوم. فريبوسوم ده سؤال ركن دي كتير قوي في الامتحانات. اول نقطه هنكتب جنبها الديفينيشن وجنبها علامه صح لان الديفينيشن مهم هنا. لما اقول لك ايه تعريف الريبوسوم حد يقول معايا ممبرينس اورجانيل وشكرا بقيت كده مش عايزينه. وبقيت عارف الريبوسوم يا دكتوره ممبرينس اورجانيل. اورجانيل مش عليه غطا لان احنا خدنا قبل كده الار اي ار لا سوري الميتوكوندريا كان عليها غطا كانت ممبرينس. ممبرينس اورجانيل هو ده التعريف ممبرينس اورجانيل او نون ممبرينس اورجانيل. فتعريف الريبوسوم نون ممبرينس اورجانيل مش عليها غطاء. العنوان اللي بعديه قلنا نكتب عليه كلمه استراكشر وهنترجمه بالعربي المقادير. ايه المقادير بتاعت الطبخه بتاعت النهارده؟ قال لك ار ار ان اي زائد بروتينات. يبقى دي المقادير عباره عن ريبوسومال ار ان اي اند بروتينز. بس هو بيقول اربع انواع من الار ار ان اي و80 نوع من البروتين. مش هم اول ارقام دي اهم حاجه عندي من المقادير بتاعه الريبوسوم عباره عن ار ار ان اي ان بروتين. نيجي للفورم والتايبز. في احتمالين اما الاقي الكحك اللي هطبخه دلوقتي في كل السيتوبلازم اسكاترد في السيتوبلازم هسميه ايه؟ فري. اما الاقي لازق في حاجه ثانيه اتاتشد او اسوشيتد للاندوبلازميك ريتيكولم حاجه اسمها الشبكه الاندوبلازميه وساعتها بسميها ار اي ار. يبقى انواع الريبوسوم فري واتاتشد.
نيجي حاجه اسمها فورميشن. مضطره لو ترجمه بالعربي يعني فورميشن التكوين، هي هي التكوين. فانا بقول لك ايه الفرق بين الاثنين، هنا المقادير وهنا هاو ازاي هنطبخ، تبقى كلمه فورميشن هنا. فيقول لك رقم واحد هجيب الار ار ان اي واصنعه. طب هتصنعه فين؟ في النيوكليولس اللي هي النويه، هاد رقم واحد. ريبوسوم الار ان اي از فورمد ان ذا نيوكليولس. طب رقم اثنين هتجيب البروتين منين؟ من السيتوبلازم. اشمعنى؟ لان البروتين بيتصنع في السيتوبلازم، وبعد ما يجيبه من السيتوبلازم هدخله فين؟ النيوكليوس عن طريق الفتحات بتاعتها برضه اسمها نيوكليار بور. وزعيد هيتجوز مع مين؟ اهو يرتبط مع الار ار ان اي. رقم ثلاثة قلت هجيب حته سيتوبلازم والف حواليها ار ار ان اي واعمل كحكه صغيره اسمها سمول سب يونت، اجيب بروتين اكتر اكبر والف حواليه ار ار ان اي اهو اكبر واسميها ايه؟ لارج سب يونت. كده انت صنعت الريبوسوم فعلا. يبدا يطلع بقى من مين؟ من النيوكليار بور، من الفتحات اللي في النواه. بس قلنا بتتقال سيباريتلي. يعني ايه سيباريتلي؟ منفصلين، يعني السمول لوحدها واللارج لوحدها. وعلى فكره فين يا جماعه بيجمعهم بره؟ خير اسمه ايه؟ ام ار ان اي. وساعتها يعمل حاجه اسمها سبحه، اسمها العلمي عديد الريبوسومات. عشان انت مش هتجيب كحكه كده وتقول لها صنعي البروتين، هتصنع البروتين، هتصنع بروتين خيالي. ترى اجيب واحده واثنين وثلاثه وعشرة ومية والضمهم في بعض بخيط اسمه ام ار ان اي، حاجه شبه السبحه. مين الخرز؟ ريبوسوم. ريبوسوم. ومين الخيط؟ الام ار ان اي. يبداوا يصنعوا لي بروتين. والله لو هما لوحدهم يبقى اسمهم فري. لو ملزوقين على الاندوبلازم كريتيكولم يبقى اسمهم رف اندوبلازم كريتيكولم. هو ده الكلام. تمام كده؟ مين يقول الفورميشن؟ قولي يا هان. دكتوره هان. قولي الفورميشن. افتكر المقادير. المقادير ايه؟ ار ار ان اي وبروتين. فدي رقم واحد، الار ار ان اي هيتصنع فين؟ صح؟ في النيوكليولس. تمام. والبروتين في السيتوبلازم. بيطلع منين؟ مش بيطلع. ده هيدخل. يبقى السيتوبلازم هيدخل، مش هيطلع. هيدخل، يدخل فين؟ النيوكليوس. عن طريق النيوكليار بور. بيعمل ايه؟ يتحد. قولها باي لغه، قولها اسوشيت، قولها بايند، قول اتاتش اور لينك، قول اي يونت، مش هتفرق معايا اي كلمه تقولها. واتحد مع الار ار ان اي. فكده انت عملت الكحكه. فرقم ثلاثه الريبوسوم اللي هو الكحك بقى. بس بين قوسين عايز اقول لك ان في كحك صغير وكحك كبير سمول سب يونت ولارج سب يونت. هيطلع من هنا بقى اهو، يطلع اهو ليف ذا نيوكليوس عن طريق بورز اللي هي الفتحات اللي في النواه، وراح يقعد فين؟ السيتوبلازم. اذا الريبوسوم موجود فين؟ السيتوبلازم. نون ميمبرينس اورجانيل موجود في السيتوبلازم. ندخل بقى على ال ام، وده هيطلب مننا في الامتحان. ده ال ام اللي هيطلب مننا، اوعى تغلط فيه. ال ام بي ام ال ال ام كتب very small to be seen individual. كده مكتوب في التعريف. تعرف كده مكتوب في قيمة ايه؟ small. هنا كتب ايه؟ very small، مفيش فرق، المهم ان هي صغيرة. لدرجة مش هينفع تتشاف لوحدها. هتفرق الحجم ده كام؟ من 20 ل 30 نانومتر. وقوة إظهار لايت مايكروسكوب كام؟ 2 من 10 مايكرومتر. لا ده مش هيتشاف خالص فعلا. very small to be seen individual. اخد الكلمه دي واجمعهم وين اجريجيت. صح؟ ما شفتش البنيه لو عامل كحكه وحاططها على الترابيزه، تعالى صور. هو اسمه ايه تصور؟ مش عارف اسمه ايه تصور. صور يا عم ايه؟ عم حسني. صور يا عم حسني. هصور كحكه؟ ايه الهبل ده؟ very small to be seen individual. لكن لما يرصهم في طبق وين اجريجيت وين جروب هلاقي لونهم بالكاميرا ايه؟ ازرق بيزوفيليك. بيزوفيليك اشمعنى؟ حد يقول لي عشان المقادير فيها ايه؟ ار ار ان اي. عشان خاطر بقى مش بقى يحفظ لي كلمه اجريجيت، مبسوط بيها قوي. اجريجيت يا ابني هتقولها ايه باللغه؟
وين كوليكتد وين اجريجيت وين جروب وين انكريز النمبر زي كوز الجمله اللي صعبه دي انتنس ايه سيتوبلازميك بيزوفيليا يعني انتنس غام كثيف في الالوان ما تقول يا عم دي بيزوفيليا ما تقول يا عم سترونج بيزوفيليا كلها مترادفات ايه سبب قرار اثنين وانا عشان خاطري احفظ الكلمة مطلوب منك فقط ثالث حفظ تاني very small to be seen individual لما تتجمع بالعربي لما تتجمع تديني لون ايه ازرق وساعتها في ثلاث احتمالات حد يقول لي هو سيتوبلازم طبيعي لونه ايه احمر اذا لو لقيت سيتوبلازم ازرق معنى كده ان في ايه ريبوسوم وعندك ثلاث احتمالات اما تلاقي سيتوبلازم كله ازرق بسميها ديفيوز اهو التيشيرت كله ازرق ده معنى كلمه ديفيوز زي خليه اسمها فايبروبلاست بيسموها بالعربي المصنع للالياف الياف اسمها الياف الكولاجين عارفينها بتبقى موجوده في الجلد الياف قويه مع السن بتكرمش فبتعمل تجاعيد اسمها الياف الكولاجين اما تكون لوكالايز شفت التيشيرت بتاع عمرو دياب القديم قوي ده بتلاقي فيه حته لونها ايه ازرق دي اسمها لوكالايز حته بس لونها ازرق والباقي لونه ايه احمر احمر لوكالايز دي زي البنكرياس اللي بيصنع الانزيمات الهاضمه والانسولين وانسولين بروتين اهو اما تكون سبوتي في الخليه دي هتقول الخليه دي اسمها ايه نبذ سبوت يعني مبقع يعني سيتوبلازم احمر ولاقي بقعه هنا زرقاء بقعه زرقاء بقعه زرقاء شافها عالم سماها ايه حبيبات نسل اكتب عليها دي حبيبات نسل ومن ذات نسل هتحب أخذ التفاصيل فيما بعد إيه ده إيه ما خلص ولازم تحفظه بالترتيب كده ورا بعض قولي يا نانيس الإيه اللي بتاع الريبوسوم صح فيري سمول تو بي سين انديفيدوال مش هتشوفها لوحدها واحتمال تاني أيوه لا سيبت الديكس دي أزرق ولا كده في امتحان لما يتجمعوا هيتصوروا ايه ازرق بيزوفيليك ديو تو ار ار ان اي اللون الازرق دي كم احتمال ثلاثة لا كل لونه ازرق طبعا فيه احمر ديفيوز زي طيب بلاست اما يكون يعني لوكالايز واخد حته من التيشيرت حته فوق حته تحت حسب بقى الخليه ماليش دعوه اسمها لوكالايز وبقيت التيشيرت احمر زي البكتيرياس احتمال ثالث ايه مبقع سبوتي نقط زرقاء في خلفيه حمراء حبيبات نسل هو دي بنقولها ليه في ال ام ال ام طلعت الريبوسومها ازرق طب وانت بتتفرج الازرق ده ممكن يكون واخد السيتوبلازم كله واخد حته بس او مبقع في السيتوبلازم هو ايه السبب في ان احنا سبقناها الاول؟ ايه؟ سبقناها ولا ايه؟ اه طبعا احنا لازم نسبق الهيستولوجي احنا كمان لازم نسبق هتقول لي كومان ستيني اللي هي زرقاء او حمراء فانت لازم تسقط طبعا عشان تتفرج لو ما سبقتش هتشوف بصوره جدا شوف الحاجه باهته قدام عينيك شوف كده حته منوره لكن شوف مش شايف حاجه احنا لازم نسقط اه يعني سيتوبلازم كله هو نعم ديفيوز خليه اسمها فايبروبلاست خليه بيصنع الفايبر عارف يعني فايبر الياف هي الياف الكولاجين احنا قلنا حجمها من 20 ل 30 نانومتر اه بكده اللايت ميكروسكوب مش هيشوفها طب وصح ما هم فيروس نوتو بيسين فيد ولا اللي هي نقطة واحدة لما جمعتها حطيتهم فوق بعض يعني ده الريبوسوم ولا السيتوبلازم كله اللي هي الالوان تاني يا جماعة السيتوبلازم العادي لونه ايه؟ احمر احد مكونات السيتوبلازم اسمها ريبوسوم فالريبوسوم ده لونه ازرق فلو الريبوسوم زاد في السيتوبلازم تلاقي السيتوبلازم لونه ايه؟ ازرق طب الريبوسوم قليل تلاقي السيتوبلازم احمر تمام؟ الحتة الزرقاء بقى اللي عملها الريبوسوم ليها كم احتمال؟ ثلاثة لو واخدة التيشيرت كله ديفيوز واخدة حتة لوكالايز لما بقع مظبوط كده خلصنا من الـ تكون على الـ EM حاجة تانية ورا النمو ده الـ EM قال لك عبارة عن تو سب يونت اهم واحدة كبيرة واحدة ايه؟ اهو تو سب يونت والكترون دنس يعني غامقه يبقى الريبوسوم فورمد اوف تو سب يونت واحده سمول وواحده لارج والكترون دنس دي لوحدها ما شفتهاش بلايت مايكروسكوب
لما جمعتهم اهو شفتهم ازرق، ده فلايت مايكروسكوب. جينا في الالكترون بقى شفت حاجه اوضح، انا شفت الريبوسوم وشفت جنبهم خط رفيع قوي، عارفين ده ايه؟ ام ار ان اي. فانا بقول والله دي كده الخرزه اهو، دي كده الخرزه اللي اسمها ريبوسوم، وده كده ليه الخيط اللي اسمه ام ار ان اي، خيط مع شويه خرز عملوا لك سبحه اسمها العلمي ايه؟ بولي ريبوسوم. ممكن تلاقي كلمه رايبو دي، فيبقى اسمها بولي سومز. والله فتقف الاحياء كان اسمها عديد الريبوسومات، ما هي دي العديد اهم عديد، لان لو ريبوسوم واحده مش هشوفها مش ههتم بيها، انا دايما بهتم بالعديد. طب النقطه اللي بعد كده ايه؟ قال لك لو انا عايز اجيب بقى الار اي ار، مش الار اي ار ده تبقى ممبرينس اهو، ده انا اهو دي كده اسمها ار اي ار، رافت انتو بلازميك ريتيكولم، عباره عن انبوبه ومودي عليها ممبرين. حد يعرف شكل ممبرين ده ايه؟ تحت الميكروسكوب ايه؟ تراي لامنت اهو صح؟ احنا قلنا كده في اول حصه في السن ممبرين ان كل الممبرينز اللي في الخليه التراي لامينر، حتى سميناهم ايه؟ يونت ممبرين. ادي تراي لامينر اهو، طب فاكر تركيبه ايه؟ ليمن وبروتين وكربوهيدرات. فاكر الكربوهيدرات كان اما يمسك في ايه اما يمسك في ايه؟ اما يمسك في البروتين اما يمسك في الليمن صح؟ الكربوهيدرات اللي هيمسك في البروتين يجي هنا ويعمل حاجه زي المسامير كده زي الريسبتور، وبعدين اهو ده عباره عن جلايكوبروتين، يعني كربوهيدرات ماسك مع البروتين بيشتغل هنا كريسبتور عشان يمسك في مين؟ في اللارج سب يونت، وده اللي بيتجوزوا بعض اهم. هنا بقى دي اسمها ايه؟ ار اي ار. ده ايه؟ الممبرين بتاعها، الممبرين عليه ايه؟ الجلايكوبروتين، عباره عن سبيسيفيك ريسبتور، هتمسك في مين؟ في اللارج ولا في السمول؟ في اللارج. يعني انا عايز ارسم المنظر ده تحت، هرسمه ازاي؟ هرسم مين هنا؟ اللارج سب يونت وهنا السمول. يا جماعه ما هي الار اي ار حواليها ريبوسوم من كل ناحيه اهو، ادي اللارج سب يونت وادي السمول، ادي اللارج وادي السمول، ادي اللارج وادي السمول، واخيطهم ببعض بايه؟ بين مارين اهو، وامسكهم في مين؟ اهو يا جماعه لازم نفهم دلوقتي النيوكليوس فيها الدي ان ايه اللي هي الماده الوراثيه بتاعتها، ما ينفعش تطلع وتروح السيتوبلازم، لا قدر الله هتدوس عليها بس كده يغير ترتيب القواعد النيتروجينيه، يحصل عندك ايه؟ طفره. فالدي ان ايه لازم يفضل فين؟ في النواه. طب انا عايز اصنع بروتين، واللي بيحدد البروتين هو الدي ان ايه، فلازم اروح اصور حته من الدي ان ايه، اعمل نسخه اسمها ايه؟ دي عمليه اسمها ترانسكريبشن، اللي بيسموها بالعربي ايه؟ نسخه. لو في حد يمثل بيبعت له حاجه اسمها ترانسكريبت، يعني ترانسكريبت نسخه من السيناريو عشان يقراها. كذلك هروح اصور حته من الدي ان ايه اسمها حته على قد اللي انا عايز اصنعه، عايز اصنع هرمون الانسولين، هرمون الجروث هرمون، الثيروكسين، الحاجه اللي انا عايز اصنعها هتروح تصورها، والصوره ولا النسخه يبقى اسمها ايه؟ ام ار ان اي. يطلع من النواه يروح فين؟ السيتوبلازم، يدخل اهو جوه الريبوسوم ويجمعهم، وتبدا عمليه مهمه جدا اسمها ترانسليشن، اللي بنسميها بالعربي فك الشفره او الترجمه، دي كود. فدلوقتي الام ار ان ايه؟ يدخل جوه واحد ريبوسوم بس، يترجم مره واحده يبقى ام ار ان خايب، يدخل جوه واحده واثنين وثلاثه وعشره ومية والف، ويفضل يترجم خمس ست مرات، ويبقى ليه هنا حاجه اسمها تيل، كل ما التيل يقصر كل ما اعرف انه بدا يستهلك لحد ما يخلص، بس خلاص مع الترجم انا ممكن كل التركيب يتغير. يعني يا دكتوره انت دلوقتي ده الكتاب الكبير اهو، ده اسمه دي ان اي، انا عايز اكتب منه شويه اصوره كله، لا انا باخد ايه؟ شابتر. قول لمكتبه التصوير انهم مصورين الشابتر ده بس كده، الشابتر اللي اتصور مش اسمه دي ان اي، امال اسمه ايه؟ ام ار ان اي. اخده معايا من المكتبه اهو واروح بيه البيت، ابدا ايه؟ اذاكر مره واثنين وعشرة، كل ما بذاكر بكتب في الكتاب لحد ما الكتاب يتبهدل خالص، خلاص ما عادش ينفع يتذاكر منه. دي اللي احنا بنسميها ترانسليشن. وعلى فكره الام ار ان اي عباره عن تتابع من القواعد الايه؟ النيتروجينيه. لما اجي افك الشفره احولها لتتابع من ايه؟ من الاحماض الامينيه، امينو اسيد سيكونس،
اللي اسمها العلمي ايه؟ بوليو تايب. فاكرين الكلام ده؟ يعني بالعربي عديد البيبتيد اللي هو البروتين. ما هو ايه يعني؟ البروتين عبارة عن شوية بوليو تايب. بوليو تايب عبارة عن ايه؟ امينو اسيد. بس مين اللي بيحدد لي ترتيبهم؟ حد كده يقول لي اي امينو اسيد يعرفه؟ هي امينو اسيد اسبارتيك ايه؟ جلايسين، ارجينين، مش عارف ايزوليوسين، كل احماض امينيه. كل ما اغير ترتيبهم يتغير نوع البروتين. فمين هيحدد لي الترتيب؟ الشفره الوراثيه كنت بسموها كودون، كودون او الكودونات. اذا كده رجعت ولا لسه؟ ماشي. الاي ام كلام صعب فعلا. انت لسه ما خدتش معاك لسه الكلام ده ناخده في الشطر اللي جاي. لا خدت معايا ترانسكريبشن ولا خدت معايا ترانسليشن ولا خدت حاجه اسمها كودون ولا الكلام ده كله خالص. فحاول نحفظ على قد ما كاتب. تاني بالاي ام هتشوف مين دول. هات اولهم نقرا كلمه ايه؟ رايبوسوم از كومبوزد اوف تو سب يونت لارج اند ايه؟ لارج اند سمول. سمول اكتب بين قوسين الكترون دنس. كان كاتبها في التعريف. اكتب بين قوسين الكترون دنس. يعني هذه الصوره تطلع غامقه الكترون دنس. النقطة اللي بعد كده individual ribosome تبدأ عليها خرزة. عارفين السبحة؟ بيكون فيها خرز. تمام؟ هيت الخرزة individual ribosome are held together. يعني held؟ أربطهم أنضمهم في بعض بإيه؟ في سترينج. يعني سترينج خيط من الـ mRNA to form إيه؟ بولي رايبوسومز. وللتخفيف عشان كلمه رايبو يبقى بولي سومز. هات السطر الثاني. السطر الثالث دي اسمها ايه؟ ار اي ار. عليها ايه؟ ريسبتور او سبيسيفيك لايكوبروتين. موجوده فين؟ على الغطاء على الممبرين. هتتحد بمين؟ باللارج سب يونت. قلت برضه كلمه تتحد. انا مش فاكره كاتبها عندك ايه؟ يونت. كاتب تتحد ايه؟ باين. ماشي؟ اه باين. باين باين اتاتش اسوشيت. اي كلمه تبقى صح. خدت ده الاي ام كويس. نقول عايزين نسال مين؟ الدكتور اللي جنب الباب. ايوه اسمك ايه؟ بيشوي. قول يا بيشوي. ال ال ام ال ام فيري سمول تو بي سين انديفيدوال. قلت انتنس الكلمه الاهم. ايوه ماشي. يبقى لما اتجمعت عملت لي بيزوفيليا. بيزوفيليا يعني بيزوفيليا لون ازرق في السيتوبلازم. ايه السبب؟ بس سبب الار ار ان ايه. الحاجه الثالثه لون ازرق. ثلاث احتمالات. ايه اللي بالال ام؟ نرجع للاي ام. قول يا دكتور محمود. صح. قول يا محمود الاي ام. بص على السبوره. اول حاجه الاثنين دول الريبوسوم عباره عن تو سب يونت لارج وسمول والكترونز يعني غاميين. الجمله الثانيه ربطتهم في بعض بالام ار ان اي فعملوا لي ايه؟ بولي سوم او بولي ريبوسوم. جبت الار اي ار وحطيت عليها ريسبتور جلايكوبروتين احد تركيب السيل ميمبرين احد تركيب الميمبرين بتاع الار اي ار وربطته في مين؟ في اللارج سب يونت. اتفهمت؟ ادخل بقى على وظيفة الريبوسوم. كده وظيفة سهلة. ات ايه؟ ترانسليت. يعني ترانسليت يكون الشفرة اللي موجودة على مين؟ على ام ار ان ايه؟ وتحولها الى ايه؟ الترجمة دلوقتي على شكل ايه؟ امينو اسيد سيكونس اللي بين قوسين بولي بيبتايد تشين. يبقى دي وظيفة الريبوسوم. ايوه يا دكتور بس انت عندك نوع فري ونوع ايه؟ هتاتش. اكيد في فرق في الاحماض الامينيه هيتصنع هنا ولا هيتصنع هنا. قال لك اه لو هي فري هتصنع البروتين فور يوز اللي الخليه هتستخدمه. زي ايه كده يا دكتور؟ قال لك زي الهيموجلوبين اللي في الار بي سيز. اريثروسايت يعني ار بي سيز. اريثروسايت يعني ار بي سيز. اكتب. عايز تاخد مثال تاني؟ عارفين الاكتين والمايوسين موجود فين؟ في العضلات. مش جوه العضله؟ مين هيصنعه؟ الفري رايبوسوم. الفري رايبوسوم. مال الاتاتشد؟ لا ده الاتاتشد بعد ما تصنع البروتين تبعته جوه الار اي ار. اهو
تحطه جوه الابيض ده كده البروتين اهو ويتخزن. وليه ثلاث احتمالات؟ اما ان يحصل له سكريشن، يعني سكريشن يتفلس بره الخليه، يعني يتصدر زي ما قلت من شويه، الفايبروبلاست بتصنع فايبرز، زي البنكرياس بتصنع ايه؟ انسولين، زي السليفري جلاند بتصنع سلايفا. دي حاجه هتتصدر، ما ينفعش بقى الفريلايبوسوم تصنعها. ما مين يصنعها؟ الاتاش ريبوسوم. لو البروتين ده ستور هيتخزن مش هيستخدم في لحظتها، زي البروتين ده حاجه اسمها لايسوسوم. لو البروتين ده هيروح للسيل ممبرين اسمه انتجرال بروتين اوف سيل ممبرين. يبقى تاني ايه اهميه اللايسوسوم؟ سوري، ايه اهميه الريبوسوم؟ تترجم بس الجمله دي قوي، ترانسليت يعني تكود المسج اللي موجود على مين؟ على ام ار ان ايه، ونحولها لايه؟ امينو اسيد سيكونس اسمها بوليبيبتايد. طب انت عندك نوعين من البروتين، عندك نوعين من الريبوسوم. الفري هتصنع البروتين ديزاين دي فور يوز وذين ذا سيل، حاجه احنا هنستخدمها جوه فينا زي كده تاني، الهيموجلوبين ده بروتين جوه الار بي سيز. مين اللي هيصنعه؟ الفري ريبوسوم. طب البروتين ده هيتصدر بره، يعني هيبقى فيه فضايح، يعني فلازم نصنعه بطريقه كويسه. مين بقى اللي هيصنعه؟ الريبوسوم الاتاتش للار اي ار. وهذا البروتين ثلاث احتمالات، اما رقم واحد ايه؟ سكريتد زي السليفر والبنكرياس، اما ستورد يتخزن ويستخدم في اوقات اخرى زي اللايسوسوم، اما يروح يدخل في تركيب السيل ممبرين اسمه انتجرال ممبرين بروتين. انتجرال ممبرين بروتين تمام كده يا جماعه ولا صعب؟ ادخل بقى للار اي ار مره اخرى، نرجع تاني بقى لصفحتنا الاساسيه ار اي ار. طبعا يا جماعه دلوقتي بناخد كلام نظري. ايه؟ سليفري يعني غده لعابيه. سليفري يعني غده لعابيه. انا بس منتظر بس ان اخلص كمان شويه اورجانيل واجيب لك فيديو اتفرج على الخليه من جوه. حاجه انيميشن كده عشان تتخيل الحاجات دي كلها. بس لازم اقول اديك معلومات الاول. عشان واحنا بنتفرج اقول لك دي ايه ودي ايه ودي ايه. نتفرج ونطلع الفراسه. معايا؟ فانت حاول تتخيل لحد ما نسمع ونتفرج على حاجه كويس. الار اي ار والاس اي ار هما دي حاجه واحده اسمهم العين مطلعه على السبوره اندوبلازميك ريتيكولم. اسمه تاني لقينا شويه انابيب فاتحه في بعضها جوه الخليه، وهذه الانابيب حواليها ممبرين. اسمع كده اهو التعريف اهو، ممبرينس نتورك اوف تيوبيولز وذين ذا سيل. انسى الكتاب خالص، كان مكتوب هنا بطريقه وحشه. الراجل اللي احنا عايزين منه ايه؟ اقول تاني، ايه تعريف الاندوبلازميك ريتيكولم؟ ممبرينس نتورك اوف تيوبيولز ممبرينس اورجانيل. بس هذا الاورجانيل عباره عن ايه؟ شويه انابيب بس فين؟ فاتحه في بعضها، موجوده فين؟ في الخليه. في احتمال لهذه الانابيب اما الاقيها منقطه من بره، منقطه بايه؟ بالكحك اللي صنعناه من شويه اللي هو اسمه ريبوسوم. فساعتها بسميها ايه؟ رف. دي بعد كلمه رف خشنة. لو مش منقطه اسميها ايه؟ افموس. بيجيلك الامتحان ايه؟ كومبير بتوين الار اي ار اند الاس اي ار، وبين قوسين يكتب لك الايتم رقم واحد اي ام فانكشن، هو الحاسبه بتاعتهم فقط بالال ام. في وجهه نظرك الار اي ار هيطلع لهم ايه؟ ازرق. صح ولا غلط؟ السيتوبلازم العادي لونه ايه؟ احمر. هي طلعنا ايه؟ ازرق. حد يقول لي ليه؟ كان عليها ريبوسوم.
طب ويعمل عليها ريبوسوم ريبوسوم ايه ازرق عشان فيها ار ار حد يقول لي احتمال اللون الازرق ثلاثه قول كان ديفيوز ديفيوز كلايز كلايز مظبوط هو ده كده في ال ام كده مطلوب عندك ايه في ال ام اطبع دور على ال ام انا مش عايز التعريف انا عايز ال ام ات ابير از بيزوفيليك الدكتور عايز قايل الكلام الاحمر ده مهم ده انا جاي لك كومبليت الامتحان يبقى احفظ كلمه ايه بيزوفيليك انت قابلت مش عايزها تاني الار اي ار هتطلع ايه ازرق بنقولها في العلم بيزوفيليك ده كلمه ازرق تقول لي ليه يو تو ايه ريبوسوم وكمل انت بقى الجمله من مذاكرتك اكتب بين قوسين ايه ار ار ان ايه طلعت تلات اسهم اما تكون ايه ديفيوز ده الكلام اهو اما يكون ايه لوكالايز اما يكون ايه سبوتي وده كان كده في الامتحان وغير ما بين الار اي ار والاي سي ار اول حاجه بالال ام لونها ازرق لونها ازرق بيزوفيليك اهو بيزوفيليك اريا تو سيتوبلازم حته لونها ازرق في السيتوبلازم ايه سبب الار اي ار اللي طلع منها ازرق عشان عليها ريبوسوم لو عايزين نكمل الكلام الريبوسوم عليها ار ار ان اي واللون الازرق تحت احتمالات اما يكون ديفيوز اما يكون لوكالايز اما يكون سبوتي ممكن كمان نكتب الامثله ديفيوز فين فايبروبلاست لوكالايز فين البنكرياس سبوتي فين النيرف سيل النيرف سيل في نقطه هو كاتبها بس خليك تقول اكتب عليها كلمه ساين اكتب عليها ساين بس خاصه فيك انت قلتها في الامثله انت كده ممكن انساها الساين موجوده فين بكميه كبيره ايه الخليه اللي تلاقيها مليانه ار اي ار كلمه مليانه عندنا في الطب اسمها بروميننت او اباندنت او ويل ديفولوت ولها مترادفات معناها حاجه كويسه يعني حد يقول لي فين في الخليه اللي بتصنع ايه بروتين زي مين كلام عندك ايه طيب انا كمان خلاص كتبتها خلاص يا دكتور فايبروبلاست ومين كمان بنكرياس انا كده تحت كمان يا دكتور ومين كمان نيرف سيل ايه ده ونيرف سيل بتصنع بروتين اسيتايل ايه كولين ادرينا لين اي حاجه نهايتها اي ام فهي عباره عن بروتين زي الانسولين والثيروكسين والكولاجين احوي ان برضه اي حاجه اخرها اي ام او اي ام فهي عباره عن بروتين دي كلها امثله فمش خلاص مش لازم اكتبها ليه يا دكتور كتبتهم هنا خلاص فهمنا يبقى تاني بالال ام لونها ايه ازرق وهو هو الكلام مكتوب في الريبوسوم هي الريبوسوم حاجه واحده ناخد بالمره ترى الايه صار طالنا ايه احمر تلبسه ايه احمر ايش عرفك يبقى خلاص كانوا بي سي ايه اللي عرفك بقى ان الاي سي ار هي اللي موجوده يمكن اي حاجه ثانيه موجوده فهمنا يا جماعه دول اتنين توأم اسمهم العلمي ايه اندوبلازميك ريتيكولم واحده لبستها تيشرت ازرق فظهرت لونها ازرق اللي هي الار اي ار والثانيه لبستها تيشرت احمر ودينا كلها ايه احمر موجوده ولا غايبه انا ايه اللي عرفني الله اعلم هي كده بايه كانوت بي ديمونستريت وخلص الحوار الحمد لله دي حاجات اكسبسيف بنعرفها انا مش عايزينها كانوت بي ديمونستريتد والموضوع خلص يعني ايه ديمونستريتد يعني سين سين طلعت تكتب كلمه ديمونستريتد دي cannot be seen عايز تكتبها feasible not feasible ايه لو قلت لك ايه فيزون يعني حد يقول دي cannot be seen مش علامه ريبوسوم ماشي خلاص كده كده طب دكتور النقطه عايز تفسر يعني خلاص فسرها له نو ريبوسوم فسرت اسيدوفيليك وساتوريزم اسيدوفيليك بس ما جاتش قبل كده طب ممكن النقطه الثانيه بس في ال ام في ال ما انا ماليش دعوه الكتاب كاتب ايه كتاب كاتب كلام وحش مزود الكلام على الفاضي انا عايز اعيد الكلام تاني زي ما انا حفظت الريبوسوم حد يقول لي تاني الايه اللي بتاع الار اي ار بيزوفيليك ديو تو بريزنس اوف ريبوسوم انا بقى اللي ازود بقى الكتاب بين قوسين بقول له الار ار ان اي البيزوفيليا مي بي اللون الازرق دي تحت احتمالات اما يكون ديفيوز شكله كله ازرق زي فايبروبلاست لوكالايز يعني حته من التيشيرت الحته اللي تحت ولا الحته اللي فوق بنكرياس اسبوت يعني مبقع نرجع سيت بتخلص الحوار لكن كلمه سايت ما انا خلاص قلتها حتى نورت اكتر ما هو قايل ده هو الفايبروبلاست بس انا حطيته بنكرياس وايه ونرجع سيت هنا الناحيه دي كانوا بي سي خلصت اطلع على الاي ام
الار اي ار عباره عن انابيب رفيعه وموازيه لبعضها. هذه الانابيب اسمها العلمي سيسترنا. سيسترنا ومنقطه بايه؟ مش معايا على السبوره. منقطه بايه السيسترنا دي؟ ريبو. هي دي بقى ريبوسوم. هي منقطه ايه؟ طبعا فلان نقطة طاقة مني وقت مش عارف النقطة كلها. ركز معايا فلان دي عارفين دي يا جماعة اللي يحصل لها؟ هلاقيها متحدة مع النواة. يا سلام. أيوة طبعا. ما النيوكلس بتطلع الام ار ان ايه؟ وبتطلع الريبوسوم. نبعد عن بعض ليه؟ احنا وبعض اخوات. ودي كده اسمها النيوكلس. النيوكلس حولها حاجة اسمها غلاف نووي. غلاف نووي اسمه نيوكلر ممبرين أو نيوكلر انفلوب. اسمه تاني؟ نيوكلر ممبرين أو نيوكلر انفلوب. بتكون كام طبقة؟ طبقتين زي الميتوكوندري. فده بنسميه أوتر. يبقى جوه هنسميه إيه؟ إنر. فبلاقي الاوتر مكمل مع مين؟ مع الار اي ار. نقول تاني الاي ام. الاي ام بتاع الار اي ار هكتبه في سؤال الامتحان. بارلل فلاتن سيسترنا كفرد باي ريبوسومز. ده الكلام يا جماعه بس كده ايه كلام هتجمعوا في الاخر ما تخافش. حتى يقول الاي ام هكتب ايه؟ بارل. حطها خطين عندك بارل وفلاتن دي سيسترنا. سيسترنا هي الانابيب دي اسمها العلمي سيسترنا. سيبك بقيه الكلام هترجمه لك في الاخر ما تقلقش بس مش عايزه. كفر دي بايه؟ ريبوسوم. وده الاي ام. الجمله الثانيه الممبرين بتاعها كونتينوس مع مين؟ مع الممبرين مع الاوتر ممبرين بتاع النيوكلير انفلوب. بس هو ده كده الايم. ماشي كده. لو انت عايز تتفرج على الصوره تكمل بس نفسه تاني. فين يا دكتور؟ صفحه 48. 48 رسم لك النواه نيوكليوس. ولو ركزت قوي تلاقي الاوتر سيرفيس بتاع النيوكليوس منقط عليه ريبوسوم. صفحة 48. صفحة 48. 48 فيش يا دكتور. 48. صفحة 48 اللي فيها صورة عادي لو اخذ مطبعه يعني. انا عايز 48 اللي فيها الصورة دي. حد يقول لي صورة ايه؟ النيوكليوس. الممبرين اللي عليها من بره متنقط بايه؟ بريبوسوم. بص شايف الحتة اللي تحت دي؟ دي عباره عن انبوبه اسمها سيسترنا اسمها العلمي انتوبلازمك ريتيكولم. هي كمان منقطه تبقى رف انتوبلازمك ريتيكولم. لقيتها فاتحه في مين؟ فاتحه في النواه مكمله مع الاوتر من برينو سانيوكلر انفلوب. واضحه؟ هناخدها تاني ما تخافش. نقول تاني. حد كده يقول لي الاي ام بتاع الار اي ار. لو اعمل كده وصحصح كده ايه الاي ام بتاع الار اي ار؟ بارلل فلاتند سيسترنا كفرد باي ريبوسوم. تبقى كونتينوس مع مين؟ مع النيوكلير انفلوب مع الاوتر ممبرين اوف النيوكلير انفلوب. خلص. ادخل على الناحيه الثانيه. اس اي ار. اس اي ار. انا عايز الاي ام. اول نقطه سيبني اول نقطه عايز انا نقطه على طول. ما احنا السؤال اسمه كومبير. ارجع ثاني للاس اي ار صفحه 29. ادخل في الاي ام. ادخل لي على النقطه الثانيه. انا عايز كومبير. يبقى ايه differ from the R E R اختلافين. أول اختلاف إيه؟ half of D no A so it appear A smooth. هو كده معنى بطريقة صعبة قوي. قال لك إن الـ S E R lag. يعني lag ما تكتب no يا أخي. no كتب no associated ribosome. ما تكتبها no ribosome وخلاص. so it appear A ما تكتبها في امتحان في الكمبير. نو ريبوسوم بين قوسين اسموس. هي اصلا لاك ولا ما هي كلمه لاك يعني ايه؟ فهمت. بس ده دقيق علميا. هنا لاك مش هقول لك نو. امسح حالك. خليني لاك عشان انا عارف. اوه نو. نو ريبوسوم. نو ريبوسوم. كلمه لاك عندنا في الطب معناها نو. وسالها في اي ماده ثانيه انا ما اعرفش. انا في مادتي انا مكتوب عندي هنا اول مره بس ابتديت الحمد لله. مكتوب عندي كلمه لاك يعني نو. يعني ابسنت مفيش. ولا نقطة ريبوسوم واحدة. شوف انا تخيل ولا نقطة. فكده اسمها فموس. وهو ده بقى المشكلة فعلا. انت عندك حق على فكرة.
يعني لو انت كتبتها نو هتخسر حاجه يا دكتور؟ لا ده لازم في كلمه لا. خد الطالب يعني مسكت واحده في البيت لما يقول في الامتحان بقى ام سي كيو الاس بي ار هاز نو ريبوسوم هيعملها غلط لانه عارف ان هي ايه لا ينقصها لكن مش كامله معايا. فاحنا معلش شوف كلمه لا خدها كلمه ايه نو ريبوسوم ونو وتكبر النو كده يعني طريقه واضحه كده يعني تقول له نو ريبوسوم مفيش ولا ريبوسوم ولا واحده نو ريبوسوم ده اول فرق. فين الفرق الثاني ايه؟ بص معلش الثاني في كات بارالي عارفين ايه بارالي؟ عشان ريجولار في شبه السايز. انا كنت مامتك كده بتديك شويه اطباق وقالت لك روح حطهم المطبخ مش انت بتنقي اطباق شبه بعضها وتعمل رصه هي دي الار ار عملت رصه لان هي بارالل شبه بعضها ما دي معاك بارالل يعني متشابهه في الشكل والحجم فعملت رصه. اما جيت في الاس سي ار لقيتها ديفرنت مختلفه في الشيب والسايز ما عرفتش ارصها زي الار ار يعني نوت بارالل. طب عندنا نوت ستيك عارفين ستيك يعني ايه؟ فوق بعض مرصة كلمة ستيك يعني رصة يعني جروب. انا في صفحة الـ SCR ادخل لي على الفرق التاني. طب يلا يا دكتور يا دكتور يا جهري صباح الخير ركز معايا في رقم اتنين اقرا كده صفحة الترم الاول مكتوب ايه؟ SCR سيسترنا ار تيوبيولر الـ SCR سيسترنا ار تيوبيولر اهي يعني تيوبيول انتر كونكتد يعني ايه؟ يعني ليه فور؟ اوف ناوي انا احفظ اوف ايه؟ ديفرنت ديفرنت شيبنت سايز مختلف في الشكل والحجم نوت ايه؟ ستيك لكن مكانها نوت بارالل نوت بارالل. يا جماعه هو بيحاول يجري كل شويه هو عارف ان الاي ار الطالب مش فاهمها فدي مشكلته كل شويه يرجع يقول لك ايه؟ عباره عن نتورك اوف تيوبيول نتورك اوف تيوبيول بكل لغات العالم عشان تفهمها. احنا خلاص عرفناها. ايه هي الانتوبلازم كريتيكولم؟ شويه انابيب جوه السيتوبلازم فاتحه في بعضها وحواليها ممبرين اسمها العلمي ايه؟ سيسترنا. في الار اي ار هلاقيها بارالل وفلات يعني رفيعه شكل واحد حجم واحد ومتغطيه بريبوسوم والاقيها ماسكه في مين؟ في النيوكليوس. طب الاس اي ار ديفرز فروم الار اي ار ده انا عايزه اختلافين. الاختلاف الاول نوع ايه؟ ريبوسوم. الاختلاف الثاني ايه؟ ديفرنت شيب اند سايز نوت بارالل. وخلصت الجمله. لكن ما هوش بقى ايه؟ الاختلاف بقى الاس اي ار سيسترنا ار تيوبيولر انتر كونكتد تشانلز اوف. وقت الامتحان مثلا كلمه اوف دي خلاص ما كتبهاش كده ما كتبتش الفرق. ده الفرق من اول كلمه اوف. اوف ايه تاني؟ ديفرنت شيب اند سايز يعني وانت بتلم الطباق لقيت فنجان على كاس على كوبايه ميه. اسمع يا ماما ولا اسمع يا ماما دي كده الاس سي ار بتاعتنا دي الاس سي ار. الاطباق اللي شبه بعضها اللي انت رصيتها دي اسمها ار اي ار فلاتن بارلل سيسترما. اما الاس سي ار ديفرنت شيب اند سايز. تمام. ندخل اخر حاجه الوظيفه. ندخل على الوظيفه في كلام انا سايبه هقراه لك في الاخر ما تخافش واترجمه. ندخل على الوظيفه. وظيفة الـ RER synthesize كنت بقى لغة بعيد براحتك بس بحب كده synthesize انا حرف S and disaggregate البروتين. انا ده ده اول تاني ممكن اقولها باختصار بتفرز البروتين واسقط لكن للدقة العلمية synthesize هي اللي هتصنع ولا الريبوسوم اللي عليها؟ يبقى ايه اعطي الحق لاهله اهو من قوسين باي اتاتشد ريبوسوم. هي عملت ايه؟ هي عزلته بس كلمه سيجريجيت يعني سيباريت يعني ايزوليت عزلته جواها. عزلته جواها ليه؟ لان هو المفروض يتصدر اكسكريتد. قبل ما تروح انت مصنع كده واقول لك الحاجه دي تصدير خلاص تصدير متغلفه متغلفه متكيسه محطوطه في كراتين مكتوب عليها ايه؟ فور اكسبورت. مكتوب عليها كلمه اكسكريشن. فهمنا يا جماعه؟ نقول تاني The principal function of RER is synthesize and disaggregate. synthesize يعني form بروتين بس بين قوسين اعطي الحق لاهله ما تنساهاش.
بياتاش الريبوسوم هو اللي صنع. طب ايه عملت ايه؟ طب ليه عملت له سيجنيجيشن؟ ليه عزلته؟ لان هو اكسكريتد نوت فور ذا سيل. صح ولا غلط؟ لو انت عامل اكل للضيوف بتعمل في بتغلفه وكل ما تيجي تجيب ديك تضربك ليه؟ لا مش تبعنا. عشان ما تضربش انا مغلفاه مكرتناه. هو ده معنى الكلام سيجنيجيشن. يبقى الريبوسوم بعيد الكلام تاني نوعين، نوع فري ونوع اتاكشن. الفري بيصنع البروتين فور يوز وذين ذا سيل زي الهيموجلوبين زي الاكتين زي الميوسين اي حاجه الخليه عايزه تصنعها لنفسها اللي هيطبخ الطبخه للفري ريبوسوم. لكن حاجه عايزين نصدرها زي البنكرياس لما يصنع انسولين وانزيمات هضمه، لما السليفري يصنع سلايفا هو اللعاب، لما الفايبروبلاست يصنع الياف الكولاجين دي حاجه هتتصدر بره. فانا من اللي صنع الاتاتش ريبوسوم اللي موجود على مين؟ على الار جي ار. الوظيفه الثانيه بيقول لك الار جي ار احيانا تحب تحط شويه سكر على البروتين. حد يقول لي لو حطيت سكر على البروتين بس المنتج اسمه ايه؟ جلايكوبروتين. جلايكوبروتين وعارفين العمليه اسمها ايه؟ جلايكوزيليشن. جلايكوزيليشن تاني بتوع بكره رقم 2 موديفيكيشن اوف ذا نيولي فورمد بوليبتايد. موديفيكيشن يعني ايه؟ قاعده عادي. يعني انت شفت الكحك كده بتاع شبشب بيه فعجبك ايه ما تحط عليه شويه سكر. رشه السكر اسمها جلايكوزيليشن. جلايكوزيليشن معناها اضافه كربوهيدرات اضافه سكر، وساعتها المنتج مش بس بروتين يبقى اسمه ايه؟ جلايكوبروتين. وظيفتين سهلين جدا على فكره، تصنيع البروتين وتعديله. معناها كده تصنيع البروتين اللي هي رقم واحد سينثيسايز اند سيجريجيت بروتين فور اكسكريشن او سكريشن اتنين صح. رقم اثنين اعمل موديفيكيشن، بعض الموديفيكيشن سيرتن يعني بعض، سيرتن يعني بعض الموديفيكيشن وفي نيولي فورمد بوليبتايد. ان انا احط عليه شويه سكر يبقى المنتج اسمه جلايكوبروتين والعمليه اسمها جلايكوزيليشن. ادخل الناحيه الثانيه بقى الاي سي ار بتعمل ايه؟ خلاص ده رقم البروتين بقى. ادخل على الليبيد، على الليبيد رقم واحد غلط يصنع ستيرويد هرمون. اكتب مكانها ليبت لو مستقل امتحان محمد تاخدها في البيض. بتصنع ستيرويد هرمون. ستيرويد هرمون اللي هي الدهون. خدت هرمون اسمه كورتيزول. كورتيزول ثانوي عام مين اللي صنعه؟ الغده الجزائيه اسمها سوبرارينا كورتكس. خلاص ماشي خلاص اسمح كده حط وراك انت ما خدتهاش تاخدها. هقولها دلوقتي هحاول اعودها دلوقتي. يلا كمل معايا. بتصنع دهون استيرويد هرمون سينثيسيس زي السوبرارينال كورتكس. ورقم تقريبا أربعة بتصنع دهون اسمها فوسفوليبيد. ايه ده احنا خدناها كده فوسفوليبيد بتقول في ترتيب ايه؟ السيل ميمبرين. الله ينور عليك اهو اهو موجوده فين دي؟ في كل الخلايا. اول 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 نقول تاني يا دكتور الار اي ار واخد توكيل ايه؟ البروتين. الار اي ار واخد توكيل البروتين. الاس اي ار واخد توكيل ايه؟ الدهون الليبيد. فدي امثله. فبقول لك ممكن تصنع الاسترويد هرمون في حته اسمها سوبرارينال كورتكس. بتصنع مين؟ فوسفوليبيد. موجوده فين؟ اول اول سيل في كل الخلايا. كل الخلايا حولها ميمبرين والميمبرين بيتكون من فوسفوليبيد. هات اثنين اهو. المكان الثاني او الوظيفه الثانيه والخامس موجوده في الليفر. موجوده في الليفر لها وظيفتين في الليفر. واحده منهم تعمل ديتوكسيفيكيشن للدراجز. يعني كلمه ديتوكسيفيكيشن ازاله السموم من الدراجز. يعني دراجز ادويه. ادويه معناها مخدرات. هنا اسمها ادويه. ايه ده ولا ادويه سموم يا دكتور؟ اه طبعا يا ابني اي دواء تاخده عباره عن توكسين. يعني ايه يا دكتور؟ انت بتاخد الدواء ليه برعة محدودة او دوز مظبوطة كل 8 ساعات كل 12 ساعة. لما انت بتاخد الدواء بلف في جسمك بيشتغل مرة اثنين ثلاثة رابع مرة يكون وصل الليفر. الليفر بيمسكه بقى ساعتها بيعمل حاجة اسمها ان اكتيفيشن مش خليه يشتغل تاني. اما يأكسده اوكسيديشن اما يحط معاه مادة تانية تخليه يقعد مكانه كونجيجيشن اما تحط على الاكتيف سايت عنده ميثايل جروب اسمها ميثايليشن. كان ده مش مهم على فكرة. انا يهمني في رقم 2 ديتوكسيفيكيشن. كم ده بايو هنا تاني. ايه الوظيفه الثانيه او المكان الثاني في الليفر؟ بتعمل ديتوكسيفيكيشن نزع السموم.
فاكر يا جماعه مريض الكبد ينفع ياخد اي دواء من مرض الابطال؟ لا، ده بنخاف عليه. ممكن ياخد مضاد حيوي قوي ما يقدرش يكسره، يعمل له توكسيستي. دايما يا جماعه الادويه بيحصل لها ديتوكس بتشفى في مكانين، في الليفر والايه والكدني، في الليفر والكدني. عشان كده دايما مريض الكبد والكليه بنخاف على واحد عندهم ادويه ما عندهمش الميكانيزمات اللي يكسرهم، فساعتها الدواء هيدخل يفضل يشتغل مرتين ثلاثه. دي معنى كلمه توكسيستي. انت بتحب تنتحر يعني باذن الله؟ تنتحر ازاي؟ بتاخد كميه كبيره من الدواء. ايه الفكره؟ الكميه الكبيره دي لما تاخدها مره واحده الليفر والكدني مش هتقدر ايه تعملهم ان اكتيفيشن مره واحده، فيفضلوا شغالين رايحين جايين. فهمنا ولا ايه؟ هو دي معنى كلمه ايه؟ تسمم. فاسمها ديتوكسيفيكيشن. الوظيفه الخامسه في الليفر، الوظيفه الخامسه في الليفر مسؤول عن تكسير الجلايكوجين. عارفين ايه كلمه الجلايكوجين؟ يعني جلايكوجين نشا حيوان، صح؟ هو النباتات بتخزن السكر في صوره ستارش، زي البطاطس اللي هي النشا النباتي ستارش. اما جسمنا لما يحب يخزن كربوهيدرات بيخزنها ليه؟ ما انت ما بتاكلش 24 ساعه يعني. انت اكلت دلوقتي والسكر كتير عليك، يقوم جسمك ياخده ويخزنه في صوره ايه؟ جلايكوجين. كان بيحصل فين؟ في الليفر. عشان لما تجوع نبدا نكسره ونطلع منه ايه؟ سكر مره اخرى، عشان في انزيم اسمه كده جلوكوز 6 فوسفاتيز. عارفين الجلوكوز كم ذره كربون؟ 6. في الذره رقم 6 بلاقي معاها فوسفات، بيجي انزيم يشتغل عليه فيحوله الجلايكوجين او يكسره من الجلايكوجين. لسه مكان رقم 3 وده تحته في الفسيولوجي. عارفين المصل؟ الاس اي ار اللي فيها بتسحب الكالسيوم. كلمه تسحب مكتوب عندك سيكوستريشن، كلمه مكانها ابتيك. ساعتها العضله يحصل لها ايه؟ تاني الاس اي ار اللي جوه المصل بتسحب الكالسيوم من السيتوبلازم فيحصل العضله ريلاكسيشن. يجي لها نيرف امبلس تعمل ايه للكالسيوم؟ اللي ريليز فيحصل كونتراكشن. مخطوش الكلام دوت؟ حسب الله يبارك فيك. السنه اللي فاتت كان بيبدو النيرف والمصل وترمت مع بعض، فده كان بيمشي مع منهجنا الاول تاني. عارفين الاس ار؟ ايوه. تطلع الاس ار دي حاجه بتجسد شويه انابيب يوبيولز فاتحه ببعضها فسميتها ريتيكولوم، بس ما فعلها ريبوسوم. دي معنى كلمه اس ار. هذه الانابيب تيجي في العضلات وتسحب الكالسيوم، تعمل ابتيك للكالسيوم، فالاكتين والميوسين يسيبوا بعض فيحصل ريلاكسيشن للعضله. واحنا عايزين نتحرك يجي نيرف امبلس يقول للاس اي ار اعملي الكالسيوم ريليز، طلعي الكالسيوم. الكالسيوم يربط مين في مين؟ الاكتين والميوسين، فيحصل كونتراكشن. فالاس اي ار وظيفتها في العضله هي اللي بتنظم الريلاكسيشن والكونتراكشن. هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل في الفسيولوجي. نقول تاني الاس اي ار لو انت ركزت في الوظائف كتب الاماكن. عشان انا اسالك سؤال، قول لي يا ابني الاس اي ار موجوده فين؟ تقوم تفتكر الوظيفه. اول مكان ايه؟ سوبرا رينال كورتكس. هقول لك بتعمل ايه؟ بتصنع استرويد هرمون، حاجه اسمها كورتيزول. موجوده في الليفر صح؟ بس لها وظيفتين في الليفر، نزع السموم ديتوكسيفيكيشن والجلايكوجين ميتابوليزم، تمثيل الغذاء للجلايكوجين. موجوده في كل الخلايا اول سيل لازم يكون فيها اس اي ار، لازم عشان بتصنع الفوسفوليبيد. موجوده في العضله بتعمل ايه؟ ريجوليت الماسل كونتراكشن. اول كلمه في ايه؟ اللي هي بتاعت ايه؟ الماسل سيكويستريشن. اكتب مكانها ابتيك. سيكويستريشن اكتب مكانها ابتيك. لو انت عارف كويس ده انا بتوقف يعني ايه؟ يعني تسحب. معناها تسحب. دكتور طب انت عارف كويس ده نكتبه فين بالظبط؟ يا جماعه ما تستعجلش على المعلومه. هقول يعني ايه؟ يعني مثلا السوبر رينال كورتكس كان انت هتاخدها بالتفصيل وهتعرفها. انا بس عايز اقول كلمه عشان بس الناس تعرفها، لان انت مره تتكتب اتكتبت مره في الميتوكوندريا. دي كده يا جماعه اسمها كدني. اسمها تاني؟ كدني. ونازل منها اليوريتر. بتوع الاناتومي لقوا هنا حاجه بتطلع هرمونات فسموها سوبرا رينال او ادرينال جلاند. نترجم يعني ايه رينال؟ كليه كلوي. يبقى كلمه رينال معناها كليه، هنا كلمه كدني بس باللاتيني. فوقها او جنبها الاثنين صح،
فوقها يعني صبرا وجنبها ادرينا على كلمه ادكشن وعكسها ايه اطلق كلمه اد يعني اصبحت جنبها يعني كلمه اد يعني بجوار اه تمام تحرفوا عليه بتوع الفسيولوجي يا جماعه اول ما طلعوه هسموه ايه ادرينالين اهو امال اسمه كده ليه اهو ادرينالين لان اول ما طلعوه طلعوه منين من الجلاند اللي فوق الكليه فسموه ادرينالين مع تقدم العلم لقوها حتتين حته بره سموها كورتكس يعني قشره وحته جوه سموها مضل اكتشفوا الهرمون رقم 2 قالك هنسميه ايه نسبه الى كورتكس اسمه كورتيزول ايش حد مش سمعتوه يا جماعه الكورتيزول اللي هو الدواء بتاعه اسمه كورتيزون اللي كان بتاخده في ميه الخشاب يعني لازم تقول كده ايوه لو كان عندها تعب في المفاصل فلما يكون واحد عنده مرض ومش عارف يتعالج اللي هو الروماتيزم والحساسيه فوجد ان ده الساحر سبحان الله بدون اي ميكانيزم هو الكورتيزون يكون واحد عنده حاجه في الروماتيزم او حاجه في الحساسيه امراض جلديه ياخد كورتيزون بس مشكلته بايه؟ بتاخد بس لازم الخشاب ايه؟ دخن تحلو كده ورجع تاني ايوه اسمه كورتيزول هنعرف كم ده بالتفصيل لسه في الدرومك وفي الابدومن معايا بس لحد ما ناخده سوبرارينا الكورتكس اتكلمت عني مرتين مره في الميتوكوندريا كان فيها الكريستا ايه اثيوبيولر شكل مصنع استرويد وخدناها دلوقتي فيها السي ار تاني سوبرارينا الكورتكس اللي هي الحته اللي فوق دي مكتوب عندك في الكتاب مرتين مره في الميتوكوندريا ومره في السي ار تمام كده خلاص انا حاسس فين صوبه دي يا دكتور بس انا عايز اقرا الكلام مكتوب في الكتاب عشان ما تروحش تدي عليا اقرا الكتاب طب تعيدني كده خمس دقايق اصبر عليا صفحه كام 28 خلاص كده انا الحصه الجايه هسالك كده سؤال ما بين الولاد والبنات كومبير ما بين الار اي ار والاس اي ار تبقى كلمه قصاد كلمه بقيت الكلام ده للقراءه ايه اللي كان مكتوب عندك ايه اندوبلازميك ريتيكولم احنا قلنا شويه تقريبا فتحه ببعضها شوف بقى كلمه فتحه ببعضها دي هتبقى ازاي انستوموزنج خدتها ولا اسم الاناتومي تشابك نتورك يعني ايه شبكه اوف انتركوميونيكيتنج يعني انتركوميونيكيتنج تشابك في كل لغات العالم تخيل انستوموزنج نتورك اوف انتركوميونيكيتنج الهبل ده هو بيحاول واحد بيتغزل في واحده فقعد يقول ايه مناخيرك حلوه وجميله ومسمسمه ومش عارفه ايه طب ما انت بتتلخص في الحوار دي احنا هنعمل كده بقى واحد فاضي فقاعد اوعى حد في البيت يروح يحفظها مش حافظها ايه الهبل ده هقول انستموزنج انستموزنج وفيتر كوميونيكيتنج ما تقول يا عم نتورك وخلاص احنا كده هو نتورك اوف كده عندك ايه اتشانل وساك واكتب عليها تيوبيول لو انت عايز تكتب كلها مترادفات كلها مترادفات معناها واحد معناها تيوبيول معناها بالعربي انابيب او مواسير او قنوات زي ما انت عايز تترجم هذه الانابيب ممبرينس ولا نط ممبرينس وكمان عندك فورمد باي كونتينوس ممبرين يعني حولها غطا وكونتينوس اكيد طبعا يعني هتغطى بغطا ما بترقع يعني لازم يكون كونتينوس وليه انكلوز سبيس مش بس لازم يكون فيها سبيس في الاخر بقى كولد سيستيرنا كولد سيستيرنا يعني سبب الكلمه الاخيره في الاخر اللي هي اهم واحده سيستيرنا يا دكتور اوعى تحفظ التعريف انا بقرا بس للناس كان بي اكس يا جماعه كان بي اكس روح احفظه التعريف الهبل ده انا كنت احفظه هقول لك دلوقتي التعريف مكتوب صح مكتوب فين يلا يا جماعه نقطه ثانيه ذا نيم رف ليه اسمه رف عشان على الذي اعرف ده جاء في الامتحان بما تفسر رف اندوبلازميك ريتيكولم اسمها رف هو ده التعريف هتقول له ذا نيم رف بسبب وجود رايبوسوم عليه يبقى انا البارجراف الاولاني مش هياخد غير المعلومه الثانيه ليه الرف اندوبلازميك ريتيكولم اسمها رف مش محتاج اصلا تاخدها من التعريف عشان عليها رايبوسوم ال ال ام احنا قلنا كله الحمد لله مش في اي حاجه بص كده على عينيك مش في اي ترجمه الحمد لله اطلع ال اي ام ار اي ار كونسيستس اوف ساك لايك هي ساك ايه هي كلمه الشانل هي ساك كلمه التيوبيول از والاز اللي انا احفظها بقى بارلل ستاك قلنا كلمه ستاك يعني ايه رصه مجموعه اوف فلاتن دي
سيسترنا. انا هسال الحصه الجايه الاي ام بتاع الار ار ايه. هلا طب ايه يا دكتور الار ار ابير ساك از ويل لايك از والطريقه انا اصلا مش فاكرها. الار ار عباره عن بارالل فلاتند سيسترنا. يعني تاني الانابيب مفلطحه ومتوازيه كده اصبحت متشابهه في الشكل والحجم ومتغطيه بايه بريبوسوم وكونتينوس. مع مين؟ مع النيوكليوس. مع النيوكليوس خلص كده جمله. تقعد بقى تقول لي از والاز يعني ايه؟ از والاز ايه بجانب والله مر معناه ايه ولا عايز احفظه. يعني ايه از والاز؟ نعم الاضافه الى لا خلاص انساها خالص. بس الوظيفه اصلا كلها الوظيفه احنا قلناها كويس. بصوا على الاي سي ار. الاي سي ار ال ام قلناها كويس. الاي ام ايه رايك التعريف اللي هو كاتبه؟ امبرين نتورك. الاي سي ار از امبرينس نتورك وزين ذا سيل. اخيرا يا وديعه ما تقولها من اول. يعني هو ده التعريف. هو ده التعريف يا جماعه. الاي سي ار از ممبرينس نتورك وزين ذا سيل. حط بعد كده نتورك تيوبيول وكده التعريف خلص. فهمنا يا جماعه هو التعريف الصح والتعريف السهل. ايه تعريف الار اي ار او الاي سي ار؟ ممبرينس نتورك اوف تيوبيولز وزين ذا سيل. بس عندك كمان الشبكه دي لو كفرد بريبوسوم يبقى اسمها ايه؟ نو ريبوسوم يبقى اسمها ايه؟ موس. صح بقى يقول بقى ايه؟ نتورك اوف انستموزنج انتر كوميونيكيتنج شانلز وساكو ولخبط الدنيا خالص. فهمنا يا جماعه؟ الطالب يروح يذاكر نص ساعه يذاكرها في ساعتين ثلاثه. ليه؟ عشان قاعد بقى يحفظ المكتب كاتب. الحصه الجايه اللي هي امتى؟ الاربعاء. ركز معايا اهو 7:15 والحصه اللي بعد يوم الخميس الساعه 9. يا ريت ما حدش يغيب. اللي عايز يغيب يغيب من الشابتر اللي جاي. غيب براحتك. شابتر السيل ده اساسنا البيز بتاعتنا. يا ريت ما تغيبش. اتفضل. في النهارده يا جماعه ثانيه واحده. في النهارده الساعه 3 هشرح السلم امبرين للي عايز. النهارده الساعه 3 هشرح السلم امبرين كاملا للي عايز يراجعه او عايز يسمعه لاول مره. نعم انا موجود خالص دي انا سبتها. او ان ايه او ان ايه وخدنا برضه كبيره ايه خدنا الار اي ار والسي ار والسي ار